الفريق ديال الاتحاد المغربي للشغل الدعوه ديالنا للجمعيه ديالنا لهذا اللقاء. الجمعيه التعريف ديالها هو انه هي جمعيه تضم الاطر العليا اللي في اكتيف اي روتريتيك، وفي الاطار ديال العمل ديالها هاد السنه قمنا بواحد النقاش داخل الجمعيه في اطار النقاش العام اللي كاين في البلاد حول النموذج التنموي الجديد، وقمنا بعمل نقاشي حول التطور ديال القطاع ديال الكهرباء، هو اللي يعني ترصدنا الكتيب اللي عندكم في الملف. تطرقت لثلاثه ولا اربعه ديال النقاط. النقطه الاولى واخا تكلم عليها كلشي غنتكلم عليها حتى انا، اللي هو الدور ديال المكتب، وغادي نعطيكم ثلاثه ولا اربعه ديال النقاط الاساسيه اللي تعطي واحد الفكره على نقاط القوه ديالهم. اولا استمراريه المرفق، لا كونتينيتي دو سيرفيس بوبليك، هذه راه ما تنتبهوش ليها احنا بزاف لي زيزاجي، نتبنى مساله طبيعيه عاديه انه يكون الضوء وقت المغربي. احنا في افريقيا راه قالها الامين العام للاتحاد استثناء بين الاقتصاديه الكبيره اللي ما عرفاتش في السنوات الاخيره انقطاعات في الكهرباء، استثناء بحيث ان كما شاف لي جنوب افريقيا عاشت المشاكل ولا زالت تعيشها، جنوب افريقيا راه 4-5 الاقتصاد الوطني، نيجيريا كذلك، الجزائر في مستوى النواه 2010 11 عرفت المشاكل، مصر كذلك. حنا القطاعات المتكرره الكبيره كانت في اوائل التسعينات، ان هذا يحسب للصفقات للمكتب وللقطاع والدوله وجميع المساهمين، هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية أنه رغم ما يقال أن المكتب تمكن من تحكم في تكلفات الإنتاج، رغم ما يقال أن أسعار الكهرباء عندنا هذا ما يمكن ليش نقارن الوضعية ديال المغرب اللي ما عندوش مصادر أحفورية، اللي ما عندوش اون سوبفونسيون ديال بحال اللي كاين في الجزائر بحال اللي كاين في مصر، إذن تكلفة الإنتاج لانه كانت هناك اختيارات تكنولوجيه مضبوطه، لي تكنولوجي ماتور ماشي بحال كي داروا شي وحدين اخرين، هذا الشيء اللي سمح لنا انه تكون عندنا تكلفه انتاج متحكم فيها. ثالثا وهذه نقطه مهمه تخص الناس يعرفوها، اننا نتوفر على شبكه للنقل الكهربائي، شبكه النقل هي الشبكه اللي غادية من 60,000 فولت حتى 400,000 فولت بمعايير دولية. الشبكة اللي في المغرب باعتبار ارتباطها بأوروبا هي في نفس معايير جودة الشبكة الأوروبية، هذا إنجاز كبير ولازم اللي نستحضروه. كل مرة هضرنا على والإنجاز الأخير واخا تكلمتوا عليه كاملين اللي هو تعميم الكهرباء القروية، أنا نتكلم عليه من واحد الزاوية أخرى، ان التعميم ديال الكهرباء القرويه ممكن تكون عندنا اثار صناعيه مهمه. دابا الان الصناعات المغربيه فيما يخص التوتر المنخفض، فيما يخص التوتر المتوسط، يعني صناعات ديال الكابل ديال البوتو ديال لي ترانسفورماتور ديال لي زياسيم، عندنا اكتفاء ذاتي متكامل. وبين الصناعات المصدره، امتى جاء التطور ديال الصناعات؟ بفضل المشروع ديال البرك. هذه النقطة الأولى اللي هضرت فيها على المناقب ديال المكتب واللي تنطرقوا في هذا الكتيب مجموعة النقاط فيما يخص. غنحاول نجاوب على ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى كاع النقاط مطروحة في هذا الكتيب وإني غنحاول نقول مختصر. النقطة الأولى، هل القطاع في حاجة إلى إصلاح؟ إن الموضوع ديال هذا هو الإصلاح. أتوقع نعم في حاجة لإصلاح، لأن هناك تطورات عميقة تكنولوجية طاقية، ليكونومي مونديال تاهي سوريونت فيغ لو ديكاربوني، وما يمكنش أن المنظومة أو لو سيستيم اللي سير المنظومة الكهربائية في الستينات والسبعينات يكون هو لابد يكون هناك تحول. السؤال الكبير هو كيفاش غيكون هذا التحول؟ هذا هو السبب الثاني علاش لازم يكون اصلاح، لانه ضروري اصلاح الاعطاب التي وقعت في السنوات الاخيره منذ
اخذ التوجه ديال الطاقات المتجدده في 2009 اللي هذا التوجه ما تناقشوا حد، انما التنزيل ديالو كان فيه مشكل. التنزيل ديالو على طريق الاصلاح المؤسساتي كان تسالنا، واليوم السؤال اكثر حده، ما هي ضروره خلق وكاله متخصصه في الطاقات المتجدده؟ شفنا الحصيله. الوغ المهمه ديالها هي في وسط المهمه ديال المكتب، وشفنا بعد 10 سنوات الحصيله. واليوم اللي تنهضروا على الاصلاحات في القطاع العمومي، يجب ان نتساءل عن البوزيسيونمون ديال مازن، على القيمه المضافه ديالها، على اش تزيد المنظومه، لان سور لو فون اش كاين. مازن تتبرم عقود انتاج مع مستثمرين، والمستثمر تبيع الانتاج ديالو للمكتب الوطني للكهرباء. يعني كاين ان رونشيريسمون اللي تيسميو لي زيكونوميست ديال لي كو ترانزاكسيونيل، اللي خصنا نفهمو علاش. ولازم هاد الاسئله تطرح بكل وضوح وبكل حده بين المؤسسات كذلك اللي تخلقات، لا انسيو الشركات الاستثمارات الطاقيه، اللي خصنا نتسالو اشنو جابت لنا هاد لا انسيو اللي كان من المفروض حسب القانون الاساسي ديالها انها تستمر في راس مال ديال مجموعه ديال المؤسسات في الطاقه المتجدده حسب علمي اليوم مستمره الا في مازيف. واليوم الشركه بنفسها والوزاره الوصيه عليها تتساءل على الدور اللي يمكن. اذا كاين بين التوجه الاستراتيجي والتنزيل ديالو على الواقع اسئله لازم تطرح في هذا في هذا الاطار. الفكرة الثالثة، هل يمكن اليوم التحول إلى سوق كهرباء حرة؟ وأنا شفت التقرير بسرعة ديال لجنة بن موسى اللي تيهضر على التحرير، يعني يمكن تسأل. الجواب لا، لسببين. أولا، لأن التجربة الليبرالية في سوق الكهرباء كما أشار لها السي محمد زروان تجربة فاشلة، وهذا ب اجماع الخبراء والدراسات الاقتصاد. هذا هو السؤال الثاني. السبب الثاني هو انه بكل صراحه المناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المغرب تخلينا نكونوا مترددين ومشككين في انه السوق حره يمكن تنزل، لان جربنا ماشي جربنا تحرير المواد البترولية واش ما عرفت، جربنا تحرير الاتصالات سلكية ولا سلكية بالوكالة ديالها واش تنشوفو النتيجة اليوم، تعريفة مرتفعة، خدمات ماشي في المستوى. إذن اللي يجي يقول لي اليوم راه بغينا نحققو أكثر من هادشي، الوكالة ديال في الاتصالات ديال التقديم يعني دار واحد الحاجه غريبه ما كايناش في شي، انه الرئيس ديال الوكاله اللي كان ديال لاينيرتي من بعد ما خرج من الوكاله يصبح مدير احدى يعني هادشي كورو لو تيخلي نقول السوق الحره في ميدان الكهرباء سي با بور دوما، ماشي لهاد 5 سنين، لان باقي مسيطرة عندنا الثقافه ديال الهمزه، الثقافه ديال لا رونتابيليتي كور تيرم. اور بار ديفينيسيون لو سيكتور ديال الكريستي سي لا رونتابيليتي سور لون تيرم. من ديال تستثمر ما خصكش تدخل الباتوج. اذن عندنا تحفظ كبير، انا تنهضر باسم الجمعيه ما تنهضرش باسم الاداره، عندي جمعيه عندنا افكار في انه يجب نخليو جانبا هذه الفكره ديال لا ليبراليزاسيون ديال السيكتور الكتريك. هذا لا يعني ان القطاع الخاص، وربما تختلف مع الاخوان، ما عندوش دور. انا اعتقد انه التجربه ديال القطاع الخاص فيما يخص الانتاج كانت تجربه فيها بزاف ديال الايجابيات، ويجب اخذ بعين الاعتبار هذه النقطه. النقطه الرابعه والاخيره هي انه هذا التحول الطاقي والاصلاح المؤسساتي في القطاع
يقتضي التوفر على أداة صناعية قوية بين يدي الدولة، وهذه الأداة هي المكتب. نعتقد أنه المكتب لازم يكون عنده دور أساسي في ثلاثة المهام الرئيسية اللي كاينة في صناعة الكهرباء: المهمة الأولى اللي هي الإنتاج، المهمة الثانية اللي هي النقل، المهمة الثالثة اللي هي التوزيع. لأن في الإنتاج حتى إلا عطينا تدبير مفوض للمستثمرين، لازم أن المكتب يكون عنده دور ديال المشتري الوحيد اللي عنده دابا لاشترونيك. وتنقترحوا أكثر في هذه الفكرة ديالنا أنه نغلقوا حتى ديك النافذة ديال داك السوق المنفتح ديال 3 ولا 5%. نعتقد أننا وصلنا لحد أننا نقول لازم المكتب يبقى عنده داك الدور ديال المشتري لعدة أسباب اللي ربما الوقت ما تيسمحش لنا، وهذا يتطلب الحفاظ على التوازن المالي ديال المكتب اللي ذكر عليه السي يونس حجي، وكذلك يتطلب الحفاظ على الخبره. الخبره اللي نهضروا عليها هضرت على الكهرباء القرويه، تعلمون ان النصف الشمالي من السنغال دابا في الكهرباء القرويه كيجيري بار دي فيليال ديال نويدو، وخدينا هاد لي دو كونسيسيون في السنغال ماشي في اطار التعاون بينه وبينه، في اطار تنافسي. وكان المنافس ديالنا انذاك هو كهرباء فرنسا، وما ادراك ما كهرباء فرنسا. اذن هذا تيدل على ان المكتب عنده خبره، عنده اون تكنيسيتي اللي خصنا نحافظوا عليها. وبغيت نقرا لكم غير واحد الفقره ملي كنا تنعدوا هذا التقرير، جو سخي رابيد، عندي دقيقه ما نفوتش دقيقه فملي كنا تنعدوا هذا التقرير لقينا واحد رابور ديال لا بانك مونديال كي دات دو 1973 كي دي لا شوز سويفونت: La Banque mondiale y reconnaît le succès de l'ONE dans les efforts de formation technique pour remplacer les expatriés français. Nous sommes en 1973. En même temps qu'il note l'insuffisance de ces efforts dans les métiers de gestion financière et commerciale. Et à l'époque, كاين لا تكنيسيتي لازمها تطور، لان المنظومات تتطور لازمها تطور، ولازم الحفاظ كذلك على حقوقها. وشكرا سيدي الرئيس.